حلقة جديدة من بفا سيجار. اليوم يوم عم نعمل ريفيو اثنين من ندخن بالبوليفار بليكوسو فينو. حنقربوا شوي صغيرة على الكاميرا. مرحبا شباب. هلا هلا. طول 5.5 رين جيج 52. معروف بالبليكوسو فينو، اسمه تجاري واسم الفيتولا كمان بنعاد كامبانيا. ما عرف ليش قلناها بس يلا قلناها. إذا مش غلطان بفتكر 96 البرودكشن. فرجي الفرق ليك. هذا السيجار اللي أنا معي من سنة 2019 بكوبا. دوري معك سيجار أنت قديه على البيت؟ 2020. شوفوا الفرق بين الاثنين. بيجي كابينت. في بالاثنين بيجي. بيجي كابينت. انا اللي عندي كابينت وانت ما تدري عندك كابينت كمان. هي مزبوط. وبيجي كمان شو اسمه هيدي البوكس مش الخشب العادي. ايه بتجي. انا عندي كابينت. هي احسن واحد ياخذ كابينت يعني على طول ما ياخذ. اذا بدك تعدي اكيد. يعني انا شو بعمل؟ بشيل سيجارين ثلاثه بحطهم بالجرور، الباقي كلها معتقه، يعني بحطها معتقه. هيدا السيجار بيعتبر فول بادي، يعني من اوله لاخره فول. مظبوط. هذا بيعتبر اكثر سيجار فول بادي بكوب بكل السيجار الكيوبن يعني لاين. ومعلومه كمان نضيفها، ب 2015 كان رقم 9 على سيجار افيشينادو. رقم 9 وهلا هيز رانكت 94 بسيجار افيشينادو. الريتنج تبعه 94. ما بعرف ليه عطينا هيداك. كان السيجار بدير عاكل. خلينا نولع ونبلش نحكي. هلا احنا مش اول مره مندخنه. لا اكيد وخلصنا علبك استغلنا. يلا هيك شو حلو لما بتطلع هيك. واو درا فراري من كيف الدرا تبع اميزنج. نو كثير كثير منيح الدرا. يلا خلينا نولع. درا ما في اي مشكلة عليها؟ لا بس بدي وسع اكتر. بحب الدخان يكون شوي صغير اكتر. فهي شغلة تانية. اللي بدي وسع الدرا في وسع عليه مش مشكلة. وسعها شوي صغيرة من هيك. انا حولي بحب الصون في كات. الفي كات معلم ديركت بتطلع على الوسي. بس نسيت جيب معي هلا زبط اكتر. مخاها بيطلع منيح. اوكي بكير لوحده. ايه بس بتحسه من اول وقوي. عم لك اياها بتحسه اول ما هيدا. ليك هلا في عالم بيقول لك انا دخنته ولا حسيت في شيء. نحكي على ايمن ان هذا دخن هيدا فيه فول بادي وفول دخن وقال له هذا مشي عادي. فالواحد بيتمسح عارف كيف على حكايه النيكوتين. بس يا اوكي طيب خلينا نولع شوي ونرجع لكم. رجعنا مع وقعت لاش انت كمان. هلا رجعنا معكم باول تلت. داني انا عم بيطلع معي ارت. يلا اول شيء ولما بعمل ريترو هيل حر فيه حر وديركت بتشوف القوه فيها من اول تيرد. مش انه بيطلع ميديوم بعد هذا. نوع فول بادي من اوله. انت شو في حر؟ انا عم يعطيني شوي صغيره اللادري كمان اوله. والله في شوي صغير من اللادري على الخفيف عم بلش يطلع. وارتي اكيد ارتي. اكيد. بس هلا صرت تقريبا عم بلش شوي صغير من الحلو. حلو شوي صغير عم بلش. قبلك شوي انت بعد ما وصلت. المهم بس توصل على نص السيجار رح يبلش شوي صغير يفتح. هلا هون بيقولوا هيدا هو السويت سبوت تبعه. اوكي على كل انه اوله ولا كثير كثير رائع كثير جميل.
كتير سلس حر، بس مع انه ما عدت سنتين انا وبعدك بتحس انه السيجار منه هين، منه خفيف، منه خفيف، منه خفيف السيجار المره، منه خفيف لانه بتحس فيه، وهذا اكيد 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 منه ما بننصحه العالم اول مره بتدخن سيجار يعني. لا يعني كنحنا شو اسمه كتجربه انه اكيد انه ما مش منيح للعالم اللي بدخنه اول مره سيجار. وليك هلا عم يطلع لي شوي كافي روست بين، الكافي بين بقى فيه شغله وحده بس انا بتطلع كان بيقدروا يمكن يشتغلوا على الباند نو شو بتقول الباند بحسها مثل هلا اوكي هي بتشوفها انه طالعه من هونك على الجنب بس هيدا هون هيك مثل كانه ما بعرف حاسه فين يعملوا اكثر على الاصدار هذا اللي عندهم اياه البوليفار يعني ما تنسى هيدي الفاليو براند هي ما اختلفنا بس بدنا من البراندز السته تبع كوبا يعني هيدي فاليو براند بس كمان فاليو براند تحسها من اقوى البراندز اللي بكوبا ما هن بيقولوا بيقولوا اقوى في بوليفار هو بكل البوليفارز هو هيدا هيدا عملوه بعتقد وقتها لحدا بامريكا او شي شغله كنت عم بقرا هذيك المره عنا شي قصه هي لازم ارجع اطلعها اكل خلينا نكمل نشوف شو بيصير معنا بتاني تلت ونرجع لكم يلا اكيد عم نستمتع لا سيجار طيب شو والله هلا صرنا بالسكند تيرن انا عم بلش يطلع معي هيدي نكهه الكاكاو من كثير بارزه فيه خف شوي الخشب فيه خف الخشب شوي وهلا كاكاو من والله شيء الريترو هيل كثير عم حس فيه للكاكاو yeah. وليك شغله ثانيه الحرب الاول كان شوي صغيره بالريترو هيل بتحسه على لسانك بتحسه بس كنا نفكره بهار اسود بس لا هلق بهار ابيض لانه انا عم الريترو هيل انا عم وعندك شوي صغيره من الزهور كمان فلورال شوي في تقول يعني هيك اكو شيء كومبلكس مان فيو 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 نكهات كومبلكس وسيجار جبار يعني سيجار اذا بدك تدخنه بسرعه ما رح تحس بشيء بس اذا بتاخذ وقتك وبتعطي ريترو هيل وبتجرب خاصة انا شو عم بعمل لانه بعد ما رجعت عندي حاسه الشم والطعمه 100% بقى لا اقدر هيدا بقى عم باخذ مثل عم بحركهم بتمي لشو اسمه يعني مثل عم بروح للاربع الابعاد لورا هيك تشوف بس نوع عن جد سيجار عليك ولا مره دخلناه اصلا ما استلذينا فيه لا انا من اول مره دخنته يعني صرنا مدخنين منه اكثر من علبتين هيدا انه بس والله سيجار بس كل مره بيفاجئني يا اخو شتيتي كل مره هلا ما بعرف داني انت بس لانه معتق انت عندك سنتين وانا صار له يمكن سنه معتق ايه اذا في ديفرنس ما بعرف في لان انا اول ما دخنته وقت كنت فتحت العلبه بالكوبا ودخنته كان كثير عم يعطينا على حموضه وعلى اعشاب وعلى ازهار ما كنت حاسس فيه للادري الا هلا عم يطلع معي اللادري عم يطلع على كل ما عتق العلبه كل ما عم تبرز نكهات اكثر بيقول لك ايه انه عم بتخف بل بيخف الامونيا بلكي لما بتطلع الامونيا كلها بلش تستنتج نكهات اكتر واكتر نو ليك سيجار انا anyways بالبوليفار عندي هيدا لا لا هيدا بالعالي هيدا بالطوب يعني تقلي هيدا السيجار انسى السوبرانو لانه ليميتد ما منعده ما منعده لانه ليميتد اديشن بس هيدا والله يعني هو رويال كورونا الاثنين كورونا رويال اثنين عاليين انا شو اسمه هيدا بس دخله منبسط فيه اكثر من رويال كورونا بيعمل يعني بالعكس انا هيدا منبسط فيه كثير والدرا تبعه يعني بيرفكت او ما قصيت كثير انا مثل داني قص شو انا عندي هيدا اول من قبل الرويال كورونا بصراحه في عالم بيقول لك لا الرويال كورونا اطيب بس هيدا بترجع مساله شخصيه يعني بس هيدا رهيب لك الكونستراكشن انت حرقه يعني غير شكل نو تمام انا قربها شوي صغيره على الكاميرا بيرن كتير حلو انا الرابر شوي صغيري بحسه كتير يعني بيخزق بسرعة اذا ما هيدا بعدين ناعم ايه ناعم انه مثل ما بيقولوا بيبي فات يلا خلونا طيب خلينا نستمتع بتاني تيرد ونرجعكم على تالي تيرد شو كيف رجع اول نكهاته بلادري بس رجع بس هلا بارزة فيه كتير كتير الكاكاو والكافي نوتس الكافي روستد كافي هيدي بارزين فيه لدرجة غير شكل هلا باخر تيرد
انا لدري رجع هلا عم حس فيه بدات وهلا عم حس ريحه الجلود هيك الكوكو ايه بعده عمي بس مثل ما بيقولوا ميلوز يعني عم بيخف وعم يصير اكثر على في شوي صغير النوع من المراره وهي بفتكر الليدري اللي عم تعطيه هذا الحر راحه على فكره ريترو ولا شيء ولا وجه ولا شيء ولا عم بياثر في شيء بالمره ما في حر ولا شيء باخر تيت بعدين ما بعرف داني انا وما طفى معي ولا مره ولا انت عن جد عاده مثلا بيطفي شوي السيجار بس هيدا فظيع فظيع حتى باخر تيت ما بيضايقك مثل غير السيجار بس الشغله الوحيده التعليل عندك هلا بضلني اطلع بهالباند مان بقول بيقدروا يعملوا شيء احلى عن جد بيقدروا يعملوا شيء احلى ما بعرف هيك بحسها I don't know anyways خلينا نرجع على السيجار والله السيجار يعني انا ما عندي عليه تعليق ولا شيء وبارز من اوله لاخره تقريبا نفس كل الـ نفس ال الطعمات طلع اللدري في بعد شوي صغير من الكوكو بس في هال انت ما بتقدر تجيبها ايوه انا ما عم بقدر اجيبها قلت لي ما عم بقدر فلورال فلورال في يعني زهور على زهور بالريترو هي في هيك هلا حسيت شوي صغيره بالحر شوي صغير بالريترو هي بس على الثاني ما عم بحس ابدا هلا حسيت فيه عم بحك من ثاني صار اعطوا سكريت اوكي خلاصه اخر شيء اخر اخر شيء بس اخر اخر شغله بتطلع منها سيجار روعه نحكي دغري مثل ما بيقولوا سيجار ما فينا نحكي عليه شيء غلط في عالم ما بيعجبها السيجار بس هذا اخر شيء لا هذا السيجار جبار من انه ما عملها اللي ما بيعجبه السيجار اللي هذا بيكون الشخص اللي ما بيحب السيجار القوي اللي هيك مثل ما كنا عم نحكي قبل شوي انه بيغشك ما بتحسه قوي انت بس قوي هو قوي فيه نيكوتين مان فيه نيكوتين ما فيك تدخنه هذا تفيق الصبح وتقول بدي اعمل فنجان قهوه ولع بالكوسوفينو لا 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 بتصير ترج يعني نصيحه نو منه سيجار هين انا مستريس فيه ماكسيموم ما في نحكي عليه شيء ابدا بوليفار بليكوسوفينوس هيدا هو قدمنا لكم اياه ان شاء الله تكونوا استمتعتوا بنرجع بنقول اذا الشباب جداد عم تدخنوا بدكم تجربوا هالسيجار يعني عم هلكم دخنوا اللي بده يجربوا عم هلو يدخنوا يكون اكل منيح لانه قوي سيجار قوي ولا تستمتع فيه لازم تكون تعرف تعمل ريترو هيل لنكون صريحين اذا ما بتعمل ريترو هيل بتنفخ لبرا ما راح تحبه للسيجار لانه النكهات عن جد بتحسها لما بتطلع من مناخيرك من خشمك مثل ما بتقولوا بتحس بالنكهات سيجار تامز اب يا تامز اب يلا شوفكم بحلقه جديده لاقونا